التقى الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ عارف عوض الزوكاي القائم بأعمال السفير الروسي في العاصمة صنعاء سيد أندري تشيرنوفل. وفي بداية اللقاء عبر الأمين العام للمؤتمر عن شكر قيادة المؤتمر وتثمينها لمواقف جمهورية روسيا الاتحادية الداعمة والمساندة لليمن، مشيرا إلى أن علاقات اليمن بروسيا علاقات تاريخية ومتميزة. وأكد الأمين العام ضرورة رفع الحظر الجوي عن مطار صنعاء، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء استمرار هذا الحظر الذي يتسبب بكارثة إنسانية خاصة على المرضى والعالقين في الخارج. وحذر الزوكا من مخاطر توسع نفوذ الإرهاب في المحافظات الجنوبية والشرقية، مشيرا إلى أن هناك عملية نقل للإرهابيين الذين تم طردهم من مدينة حلب السورية إلى عدن بدعم وتنسيق من قبل قوى العدوان ومرتزقته، وهو الأمر الذي سيشكل خطورة ليس على الأمن في اليمن فحسب بل وعلى أمن المنطقة والعالم. من جانبه جدد القائم بأعمال السفير الروسي أندري تشيرنوفل موقف جمهورية روسيا الاتحادية القائم على دعم جهود التسوية السياسية وضرورة إيقاف الحرب واستئناف المفاوضات وإنهاء معاناة الشعب اليمني. إلى ذلك